لاعب ولدك سبعاً من 1 لـ7 ملاعبة، وأدب ولدك سبعاً وراقبه سبعاً ثم اترك حبله على غاربه. في مرحلة أولى الملاعب. هل هذا عفوا قول أو حديث أو حكمة؟ حكمة نعم، لكن إن العلم يوافق عليها. نعم. لاعب ولدك سبعة. جميل. يعني ضمن 7 سنوات محبة مودة، حتى درسنا بعلم النفس يحتاج الطفل أن يضم إلى صدر أمه أو أبيه في اليوم 20 مرة. الله. غير الأكل والشرب والتنظيف، أكل وشرب ونظفته، في عنده حاجة الطفل. نعم. أن يضم. جميل. فيحتاج الطفل أن يضم إلى صدر أمه أو أبيه 20 مرة، بل إن الأم التي ترضع ابنها بقسوة بكى كثيراً وعند ضيوف فأرضعته بقسوة، هذا له أثر مستقبلي في حياة الطفل. فلعبه سبعاً وأدبه سبعاً وراقبه سبعاً، صار مراهق. إن عاملته ككبير بخيب ظنك، وإن عاملته كطفل بخيب ظنك، وعمر محير. وراقبه سبعاً. نعم. ثم اترك حبله على غاربه.